السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: ملف الإعمار والخدمات بين الدعاية والتخريب. مشاهدينا، سيشهد العراق خلال الأيام القليلة القادمة انتخابات مجالس المحافظات اللي تسعى الأحزاب اللي حكمت البلد من 2003 إلى اليوم وفشلت في إدارة الدولة تسعى مرة ثانية إلى تسويق نفسها على أنها المنقذ للعراق ورجال المرحلة. وطبعا لأن الإفلاس هو عنوان العملية السياسية اللي تدير شؤون البلد، لجأت الأحزاب اللي تستخدم حاليا هذه الشعارات المعروضة، وهي الشعارات الطائفية، حتى تحشد الناس وتضغط على الوتر الطائفي اللي تستخدمه قبل كل انتخابات. فمرة يستخدمون مصطلح المكون الأكبر، ومرة يستخدمون مصطلح اختلال التوازن، ومع هذا لم يقدم أي واحد منهم مشروع وطني عراقي جامع وفيه نقاط واضحة لمعالجة المشاكل، أو على الأقل طرح إنجازاته السابقة للرأي العام حتى الناس تشوف وتعرف. طبعا بعض الأحزاب عملت مثل الطالب الفاشل اللي راكم المواد الدراسية على نفسه لغاية قبل يوم الامتحان، ويحاول باستعجال أنه يحفظ المنهج في ظرف يوم واحد، ومع هذا يرسب. هذا بالضبط اللي تحاول بعض الأحزاب عمله قبل الانتخابات في العراق، فنشاهد الآليات والحفارات والمهندسين هنا وهناك، لكن العمل عشوائي وتخريبي مثل ما يحدث حاليا مع مقبرة الشيخ معروف الكرخي في بغداد اللي تم بنائها قبل أو في عام 200 هجرية، وقبلها جامع السراجي اللي حاول محافظ البصرة أسعد العيداني يوصل فكرة أنه رجل عمل وإنجاز، فدمر منارة جامع عمره 300 سنة حتى يسوي توسعة للشارع، أو ما يحدث في بغداد وبعض المحافظات من خنق للشوارع وخلق ازدحامات وتعريض حياة الناس للخطر بسبب ترك العمل غير منجز. كل هذا في سبيل إيصال فكرة إلى الناس ومحاولة إيهامهم أنه إحنا نعمل ونريدك تشارك بالانتخابات حتى تختارني. لكن العراقيين مشاهدينا أوعى ويزداد وعيهم مع مرور الزمن، وأصبحوا مقتنعين تماما أنه الانتخابات اللي تجري بإدارة الأحزاب هي مسرحية وضحك على عقول الناس. والسؤال هو: ما هي إنجازات الأحزاب المشاركة أو اللي امتنعت عن المشاركة في الانتخابات واللي تدير شؤون العراق من 2003 إلى اليوم؟ أنتظر مشاركاتكم مشاهدينا للإجابة على هذا السؤال والأسئلة الأخرى التي نطرحها في حلقتنا لهذا الأسبوع. أنا بس أريد قبل أن نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم، القضية اللي مطروحة حاليا حقيقة واللي أثارت يعني غضب الشارع العراقي البغدادي بشكل أخص هي قضية هدم مقبرة الشيخ معروف، يعني بحجة إنشاء مجسر وفك الاختناقات ومن هاي الذرائع والحجج اللي تهدم معالم تاريخية وإرث حضاري للعراق وتراث قديم وإلى قيمته المعنوية وإلى قيمته التاريخية، كله يهدم في سبيل أو تحت مسمى الإعمار والتوسعة والبناء وتقديم الخدمات. خلونا نشوف هاي اللقطات. العراقيين حقيقة يشعرون بغضب، منفعلون بسبب اللي دي يصير، اللي دي يشوفوه وبحسب رأيهم بأنه تخريب وعشوائية وقرارات غير مدروسة تدمر تاريخ وتراث العراق اللي موجود حاليا واللي بني على مدى مئات السنين قبل ذلك. خلونا نشوف هذا المقطع وبعدين نرجع. أمي ترى سويتوها بلا ملح، أنا على أبو المجسرات هاي اللي ثبرتوا بيها العالم وكلها مشاريع فاشلة، شنو انتو تصاميمكم ما تصير الا على رؤوس العالم؟ ساعة هنا بحي البساتين منطقة سكنية تريد فلشوها، والله المجسر يجي عليها. هسه اليوم دقيتوا هاي القطعة مال الشيخ معروف، والله المقبرة اريد نفلشها. شنو هالحش هذا؟ شنو هالخربطيات هاي؟ شنو؟ عالم موتاها صار لها مئات السنين هنا، موتاها وتزورهم وقبورهم، شنو نريد نفلشها والله المجسر عليها؟ انا على ابو المجسر. ثبرتونا بهالمشاريع الفاشلة، كافعات؟ كافعات تعبتوا العالم وتعبتوا نفسيتنا. راح نعرض بعد شوية مشاهدينا لقطات ثانية لأهالي
المتوفين المدفونين في هاي المقبرة ورأيهم أيضا باللي دي يصير ورد فعلهم على الخطوات المتبعة من قبل الحكومة. لكن خلونا نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل بالبداية. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. شلون تشوف اللي دي يصير بالعراق قبل الانتخابات، أو المشاريع اللي تتبناها الحكومات اللي تعاقبت تبنتها واللي تتبناها الحكومة الحالية، هل تدخل في إطار الإعمار أم التخريب وليش برأيك؟ السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قبل أدخل بالموضوع هذا عندي مداخلة على مود المقبرة. نعم. بس أتمنى من حضرتك تعطيني مجال استاذ محمد. أخذ راحتك، أنا ما عندي شيء اليوم. الموضوع اليوم الموضوع واحد والقضية وحدة. والله ويا ريت والله كل الأيام المقبلة وهذه يكون الموضوع واحد. حتى لا في استاذ عبد الرزاق في برنامج منبر الرافدين، انا موضوعي واحد بالاسبوع، صوتكم هو شان اخر، هو موضوع اي نعم. استاذ محمد، بالنسبه لمقبره الكرخ وهذه اكو ايه قرانيه تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا. هذه خدمه عامه. الخدمه العامه يعني لابد من تنفيذها. احنا هذا الان تعرف يعني موقف من الحكومات وهذه. لا انا ما راح احكم عليك او اقيمك سيد عبد الرزاق، هذا رايك، تفضل خذ راحتك. نعم. فالمقبره ما زالت تتعارض ويا المصلحه العامه. لا لازم بهاي الحاله احنا ما ندخلها بطائفيه ولا ندخلها بهذه. اتذكر النظام السابق استاذ محمد اذا اسمح لي، النظام السابق كنا اذا نروح لمقبره النجف نزور موتانا وهذه يا خندوخ يا صراحة غير يعني ما لو نزورهم لو ما نزورهم. فمن فتح الشوارع لغى قبور، لغاها، أعطى إنذار، أعطى إنذار وأخبر العوائل بأنه يابا تعالوا الشارع اللي راح نسويه تعالوا شيلوا موتاكم، فأعطى مجال وهذه. فمن اللي إجا إجا نقل الرفات مال الموتى، واللي ما إجا سوى الشارع. فهسه تروح تزور بالمقبره مال النجف اللي هي اكبر مقبره بالعالم، تاخذ راحتك الشوارع وهذه. فهذا هنا جسر يقضي له على الاختناقات وهذه. فاتمنى ان يعرف كل مواطن بانه هاي وجهه نظرك. نعم وجهه نظرك تحترم سيد عبد الرزاق، وخلينا نتناقش بيها بجزئيه تتعلق بتاريخ وتراث العراق اللي تم تشويهه على مدى السنوات اللي تلت الاحتلال. احنا لما نتكلم عن مقبرة الشيخ معروف ده نتكلم عن مقبرة بنيت في سنة 200 هجرية، يعني لها تاريخ، لها تراث، لها أسبابها اللي قامت بيها، لها أحداثها، لها وضع خاص ومختلف ربما عن اللي تفضلت به. قد لو تكون مقبرة حديثة، ومع هذا طبعا احنا يعني لابد انه ما ننسى شغلة، مو معنى صدام سوى شيء معناه هو كان على حق أو اللي سواه خلص، بما أنه ذولا دي يسوون أيضا فهي تصير وحدة بوحدة. لا، احنا نتكلم عن حرمة وقدسية حرمة وقدسية الموتى. والنقطة الأهم الموت، أنه هذه المقبرة اللي عمرها من سنة 200 هجرية إلى الآن، هذه تراث وتاريخ بهذه البساطة وبهذه الطريقة يعني تزال وتهدم تحت أي ذريعة تكون؟ قبل كم يوم سيد عبد الرزاق عرضنا، يمكن حضرتك شاركت بالحلقة وياي، مدرسة في بغداد في منطقة العظمية عمرها أكثر من 100 سنة، وزارة الداخلية والدفاع المدني جوي وهدموا سورها. قبل فترة جامع السراجة والقضية المعروفة وهدم منارته بحجة توسعة الشارع. يعني احنا حتى نقدم خدمات نشوه المعالم؟ يا أخي تعال شوف واحضر الدول المحيطة بينا، لو كانت هناك شجرة لها عمر 500 أو 600 سنة لا تقطع، البناء والإعمار يكون بطريقة تحافظ على هاي الشجرة اللي إلها عمرها وإلها قيمتها وإلها مكانتها من وجهة نظر الدولة. إحنا ليش دا نشيل ونخرب وننقل وندمر ونغير معالم ونشوه تاريخ؟ هذا الخطأ يرجع للناس اللي خططت هذا الشيء. أنا صراحة حتى عندي يعني رأي ومقترح عبر قناتك استاذ محمد، اتمنى يكون المقابر بالمستقبل ما تكون داخل المدن، يعني تكون خارج المدينه حتى لا
تكون شلون مثل ما تقول حجر عثرة للمشاريع اللي سوى بهذه الحكومات أو الحكومات اللي راح تجي مستقبل، لأن المدينة هي فسحة للمواطن يعني يريد يعني شلون هسه أنا الصراحة غير يعني تروح بغداد أنت تأخذ الطريق مال يسمونه هذا محمد القاسم شوف مقبرة ترجع للكرخ شوف يا أخي يا مهما تكون أنا وجهة نظري بأنه المقابر تكون خارج المدينة. نعم هذا أنت وجهة نظرك صحيحة، وجهة نظرك سليمة سيد عبد الرزاق. إحنا نسأل عن طريقة الإعمار. احنا نسال اليوم هل هي الدعايه اللي دي يصير الان قبل الانتخابات وتنشط هاي المشاريع فجاه، هاي المشاريع هي دعايه تدار ويخطط لها بطريقه عشوائيه، يعتدى على هذا التاريخ وعلى هذا التراث بهذه الطريقه اللي ما تحترم مشاعر ذوي الموتى بالمقبره، ما تحترم مشاعر العراقيين اللي دي يشوفون تراثهم وتاريخهم وحضارتهم يوم بعد يوم تشوه وتمحى عن طريق ذولا اللي دي يحكمون العراق. هاي تقهر الناس. انت صار لك 20 سنة ما عرفت تسوي جسر وتبلط شارع الا فوق المقابر وفوق التاريخ وفوق الحضارة. شلون يعني وين كنتوا 20 سنة؟ ايش جد تسوون استاذ محمد؟ بالنسبة لموضوعك اليوم حتى لن توسع بالمال المقبرة وهذه، لا هو جزء، هو جزء هذا الموضوع. نعم المقبرة جزء نعم من الحديث. نعم استاذ محمد، بالنسبه للاعمار اللي يعني يكون عند اغلب البلدان اللي كانت بلدان معدومه اصبحت اليوم بلدان لها رقمها ولها سمعتها. هذه البلدان راح اضرب مثل استاذ محمد وارجوك تحملني اليوم، لانه انا صراحه شوف استاذ محمد احنا من نحكي على قناه نطلع نحكي على قناه الرافدين وهذه ونجي لاجل ان نتلهب بالحكي وهذه، لكنه نريد يعني من هاي السلم من الناس اللي نعم. تتبع اشخاص لا تاريخ ولا علم ولا فهم نعم. يتبعوهم. احنا من نطلع نحكي وهذا عسى ولعل يقول هاي الناس المغفله، الناس اللي ما تحمل يعني وعي ان ينتبهون. فاتمنى اريد موضوع اريد عسى ولعلي ان الطبقه المعدومه او المعدومه فكريا ان تنتبه للكلام مالتي هذا. استاذ محمد راح اضرب مثال وهذا المثال باختصار سيد عبد الرزاق لان الوقت يمضي بسرعه. نعم شوف 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 استاذ محمد، سنغافوره بلد معدوم. سنغافوره هذا البلد المعدوم كان اشبه بجزيره صغيره تحيط بها المستنقعات والبعوض صراحه من كل الجوانب، الى ان تحولت الى اقوى مركز اقتصادي مالي دولي بفضل شخص يا استاذ محمد، بفضل شخص اللي هو لي كوان يو. هذا الشخص اللي استلم الحكم عام 59، هذا لا عد صيام شهر رمضان ولا عد عتبات مقدسة. تمام. مو مثل جماعتنا اللي يطلعون على التلفزيون يقولون اقتسمنا الكعكة. نعم. أو الآخر اللي يطلع على التلفزيون ويقول أنا أخذت طيب. هالقيت سيد عبد الرزاق أكتفي وياك صراحة، يعني أنا وصلت فكرتك شكرا جزيلا. أخذنا وقت طويل وياك. ويانا من الرمادي، منو؟ سيد أبو أحمد من الرمادي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونك استاذ محمد، اخبارك؟ اهلا وسهلا ابو احمد، تفضل. الله يجزاك خير اخوي العزيز. بالنسبة لموضوع الانتخابات الحالي الموضوع اللي الاعمار والخدمات ابو احمد، الاعمار والخدمات. نعم. في هذا الوقت اللي الان هو الدعاية الانتخابية او يعني بداية للدعاية الانتخابية، يعني انت كل سنة من الاحتلال بداية الاحتلال وإنشاء الحكومات هاي اللي تابعة للاحتلال بدأوا كذا، يعني هاي المواضيع بدأت من ذاك الوقت اللي احنا نعرفها، تدري من بدأ المحتل يوزع مناصب ووزع يعني نفوذ في هذا بالبلد اللي احنا نعيش فيه. فأخي العزيز، من ذاك الزمان ولحد هذا اليوم وعدوا المواطن وعدوا الناس بأنه يغيرون ويبنون تعمير يعني كذا كلام كذا افعال، لا لم ينفذ اي شيء من هذه الامور. يعني المفروض المواطن حاليا، مو المفروض وانما هو كان يعني يكون على وعي كامل وتام. نعم. لهذا الامر اللي موجود حاليا بالبلد. يعني هل انتم شفتوا بعد
2003 ولحد هذا اليوم 20 سنة ما أدري أكثر. يعني هل يعني شيء تغير أو شيء تبدل يعني بشوارع؟ أنا سألت في بداية الحلقة وهذا السؤال أوجه لحضرتك ولكل نعم. الأخوة اللي دي يتفرجون، شنو الإنجازات وريد تتسمى هذه المنجزات اللي قدمتها الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003 إلى اليوم، المشاركة في الانتخابات واللي امتنعت عن المشاركة في الانتخابات، شنو إنجازاتهم؟ احنا نريد إنجازات ملموسة على أرض الواقع حتى يقولون، حتى نقول يا بد ترى ذولا يعني عندهم إنجازات يستحقون الناس تشارك بالانتخابات وتنتخبهم، لكن وين إنجازاتهم؟ إلى الآن كل مرشح ظهر ووقف على المنصة يروج لنفسه ولحزبه كل الحديث يا يضرب بالخصم المقابل يا يتحدث بطائفية، ما ذكر إنجاز أنه أنا قدمت وأني سويت وحزبي فعل وحزبي أنجز وهذه القائمة بالمنجزات اللي قدمناها طيلة 20 سنة، ولا واحد منهم. شنو إنجازاتهم؟ أستاذ العزيز، منجزاتهم هي الاغتيالات والسجون والاختفاء القسري والمغيبين. أنت أبسط شيء اليوم مثل البارحة أنت شفت هذا السيد أو الشيخ اللي تم اغتياله من قبل أحد الأحزاب. تدري هاي أحزاب يعني أحزاب طائفية مقيتة جاءت مع المحتل، واللي إذا ما جت مع المحتل انبنت بعد المحتل بأيادي قذرة، أيادي تلطخ بدماء العراقيين. هذا إنجازهم القتل. يعني يضحكون على العالم اللي للأسف هناك بعض المتوهمين اللي ربما بسطاء العقول إذا نقدر نوصفهم بهذا الوصف حتى من يعني لا تخرج من عندنا كلمة خارجة، اللي بعدهم يثقون ويسيرون خلف هاي الأحزاب. يعني بلد مصنف من أكثر البلدان فسادا بحسب منظمة الشفافية الدولية، ومن أكثر البلدان خطرا في العالم بسبب انتشار السلاح وتفشي عند العشائر وعند الميليشيات، ودولة فوضوية، ويطلع واحد يدعو إلى المشاركة بالانتخابات يقول لك لأنها الوسيلة الديمقراطية للتغيير. يا ديمقراطية وانت السلاح ترس الشوارع والقضاء فاسد والعشائر هي اللي تحكم، أي ديمقراطية تحاولون تضحكون على العالم بها؟ أستاذ العزيز، ديمقراطيتهم هي تجارة المخدرات، توزيع السلاح على الميليشيات، توزيع السلطة للعشائر اللي تبطش بالأخضر واليابس. أستاذ العزيز، أنت يعني تلاحظ حاليا بالعراق الوضع يعني إلى مستوى منحط. يعني أنت تشوف حاليا رئيس برلمان، هو رئيس برلمان، طبعا أنا بالنسبة لي أنا أصلا أنا هذا رئيس البرلمان أعتبره تابع لهاي الأحزاب الموجودة، لكن المفروض يعني المناطق اللي إحنا ما نريد نسمى بهذا المسمى، المناطق الغربية السنية، نقول شفتوا أنتوا اللي رئيسكم أطيح به من قبل أحزاب لأجل هاي الانتخابات، شنو اللي راح يقدمه هذا ولا حزبه؟ هو يعني يطيح من منصبه، هو هسه رئيس حزب، زين شنو اللي راح يقدر يقدمه؟ هل هو عنده سلطة راح؟ زين شلون راح يقدر يقدم؟ شلون راح يقدر يعني شلون يقول ينتج للشعب اللي هسه يضحك ويركض ومؤتمرات واحتفالات؟ او وصلت الفكرة ابو احمد من الرمادي، وطبعا ردا على هاي النقطة اللي تفضلت بها، 5 سنين هو في منصب الحلبوسي، والسياسيين اللي يحسبون نفسهم على المحافظات الغربية أو السنية، هاي تسميات حقيقة يعني أتحفظ على ذكرها، لكن هم يسمون نفسهم إحنا سياسيين سنة وإحنا سياسيين شيعة ومسيحيين وأكراد، هم يستخدمون هذا هذه اللغة وهذه المصطلحات. إش قدموا ذولا إلى محافظاتهم اللي دمرت على يد داعش والميليشيات والحكومات المتعاقبة، حكومة المالكي والعبادي وعادل عبد المهدي، اللي انتشرت هاي الميليشيات، طردت الناس من بيوتها، دمرت هاي البيوت، وإلى الآن كثير من مناطق العراق اللي دمرت جراء العمليات العسكرية ما بها أعمار، الموصل الأيمن يعني أنتوا تعرفون أهل المدينة أدرى بشعابها، والعراقيين يدرون أنه 95% أقل شيء هي نسبة الدمار بالموصل، جرف الصخر اللي بيوت مدمرة وناس مهجرة إلى الآن ما يقدرون يرجعون، ليش؟ بسبب الميليشيات وغيرها وغيرها من مناطق تاجروا ذول السياسيين اللي محسوبين على هذه المحافظات بأبناء هاي المحافظات وبقضاياهم،
حنعمر ونسوي قبل كل انتخابات، وتخلص الانتخابات ويختفون ويأتون على الانتخابات اللي وراها وهكذا. خلونا بس حتى لا ننسى المقطع الثاني المتعلق بمقبرة الشيخ معروف وأهالي هاي المقبرة اللي اعترضوا على هذا القرار العشوائي ومحاولة إنشاء جسر على حساب تاريخ وتراث العراق وعلى حساب قدسية الموتى في هذه المقبرة. خلونا نسمع ونرجع. أول شيء يريد هذا المشروع يلغي، المشروع هذا يلغي، يعني دي يسوي مسار على مود المسؤولين حتى يوصل قريب على أهله، ما يصير هذا الحكي. ناس صاروا آلاف مؤلفة ميتة هنا، دي يشيلون على أساس يشيلون القبر عندنا، أساس ضابط هذا عندنا هنا ضحى من أجل الوطن، أنا عندي 7 سنة مدفوني، شلون أشيلهم؟ شلون أشيلهم؟ ترى بفلوس مشتري عمي، ترى هنا الجنازة هنا مليونين، مليون ونص، لا خف بطلع عليهم، ما لهم شغل بالمواطن، يفكرون مصلحتهم، أهم شيء عندهم مصلحتهم، خلص لا تتعبين نفسك، لا يفكرون لا بالمواطن هذا، يفكرون مصلحتهم، مصلحتهم فوق الكل. بعد أن أكرمنا الله بالنسيان أثارت الحكومة مواجعنا مرة أخرى. نحن ليس ضد الإعمار ولا ضد التطور، نحن معها، ولكن هناك طرق أخرى وكثيرة. ممكن أنه هذا الجسر أسوي جسر، لكن أكو فكرة وعندنا مهندسين أكفاء، ممكن أسوي جسر طابقين أستفاد، مثل جسر الطابقين اللي موجود على نهر دجلة، ولا أجرح الطيبين وأحافظ على كرامة الأموات. صاروا يعني ما صار بتاريخ العراق، البلد الوحيد اللي يصير بيك هاي السوالف، هاي المراقد والقبور هاي كلها لها حرمة، بس احنا ما عد حرمة بالعراق، عرفت شلون أختي العزيزة؟ الجامع بالبصرة اللي فلشوه وسووه شارع، هاي لو اكو ناس أصلاء وصاحبين دين ينامون بالشارع يقولون دوسوا على جثثنا، وهذا الجامع اللي هو أثري وتاريخي ثرموه، شلون ثرموا الناس وياهم؟ نسمع رأي السيد أبو علي من لندن، تفضل أبو علي حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، نعم. بالنسبة للانتخابات، يعني الانتخابات يعني بوجود 90 فصيل إرهابي ميليشاوي أصلاً هاي ما تصير منطقياً يعني ماكو شيء بالعالم عمي، أنتوا بيدكم السلاح وبيدكم النفوذ وبيدكم الفلوس، شلون يجون الناس يرشحون نفسهم بالانتخابات؟ شلون؟ أنا بس أريد أستوقفك سيد أبو علي للحظة، الموضوع مو على الانتخابات بقدر ما هو على الإعمار والخدمات اللي 20 سنة من حكم هذه الأحزاب اللي اليوم دا ترشح وتصدر نفسها على أنها الجهة المنقذة للعراق. نسأل إنجازاتكم وين؟ إعماركم وين؟ خدماتكم وين؟ هو نفس الموضوع، يعني هم جاي يرشحون نفسهم من الانتخابات يريدون يبنون يريدون يعمرون، زين انتوا وينكم 20 سنة؟ يشوفوا نفس الوجوه ونفس الأحزاب، وينكم انتوا؟ وليش ما بنيتوا هاي 20 سنة؟ عمي انتوا مو طلعون، انتوا حزب الدعوة، مجلس الأعلى، تيار الصدري، شو اسمه، السياسيين السنة، سياسيين الشيعة، انتوا تطلعون على التلفزيون تطيحون احنا فشلنا، احنا مو قيادين دولة، احنا مو رجال دولة، بعد شنو بعد؟ عمي هاي ما هو الا ميليشيات، واللي حتى اللي ينتخبهم من ضمن الميليشيات. يعني تخيل سيد ابو علي، وصلت العقلية عند البعض انه يوم امس دخلت الى مساحة في موقع اكس كاتبين عليها مناقشة دار بها حديث عن الانجازات والخدمات والوضع السياسي بالعراق والانتخابات، اكثر الموجودين في تلك المساحة كانوا صدريين على اطار تنسيقي المشاركين. يعني مجرد سؤال طرحته يتعلق بانجازاتكم بدأ الغضب والانفعال والسب والشتم، وطبعا هجوم واتهامات بالبعثية والدعشنة والصدامية والتكفيرية، وتزرعون مفخخات. لين سألناهم انجازاتكم شنو؟ نعم، واحد يسألهم انت وين انجازاتكم؟ ها
يطلعوه بعرضه، نعم، يطلعوه بشرفه، نعم، يطلعوه هو بعثيه. انا طبعا عمري 13 سنه طالع من العراق، نعم، لا شايف البعثيه ولا شايف صدام حسين الله يرحمه. نعم. وين انجازاتكم؟ اني بعثي، اني سفاره امريكيه، سفاره هنديه، ما ادري منو جاي يدعمنا. زين انتم وين انجازاتكم؟ وين انجازاتكم؟ صفر. واللي ينتخبكم ميليشياوي مثلكم. نعم. عمي ترى اللي يروح للانتخابات كل دوله مرتزقه. مرتزقه جماعتهم دوله، جماعتهم، والا عراقي شريف حر ما ينتخب ذول الميليشيات. انت عندنا اكبر دليل هذا علاء الركابي، طب 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 بيهم بنصهم بالبرلمان، شنو قدم على الركاب؟ حتى صوته ما سمعناه بالبرلمان. ذولا المجموعه اللي تعرف اكو بالعراق اله اعلاميه تبهرج وتجمل المحسوبين على الاحزاب او المدفوعين من الاحزاب. قال لك بعد ثوره تشرين خلونا نجيب كم واحد من هؤلاء اللي جملتهم الاحزاب بآلتها الاعلاميه وحاولت تظهرهم على اساس ان هم نتاج ثوره تشرين والتظاهرات اللي صارت، ودخلتهم الى البرلمان، وطبعا اهينوا بالحركه الاخيره اللي صارت بعد انتخابات الصدر. والنتيجه شنو؟ على اساس مستقلين. هل يوجد احد ممكن يدخل بصفه المستقل او بصفه شخص يسعى الى خدمه البلد وهو دا يعيش في اطار احزاب وميليشيات ممكن تختاله باي لحظه مثل ما مستحيل. صار مستحيل مستحيل مستقل وجاي وحده ها يريد يخدم العراق امام هاي الميليشيات وامام هاي العصابات. نعم. مستحيل يضحك على نفسه، ما يضحك على الشعب العراقي. طيب. شعب العراقي الحر عرفهم دولة شنو من لصوص، شنو من عملاء، شنو من خونة، ها هم وأحزابهم وميليشياتهم، وحتى المرجعيات والعمان جاي تدعمهم أصلا. هم صمامين الأمان لهم الأمان. نعم. شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن، أشكر حضرتك. نسمع رأي السيد أحمد من بغداد، تفضل يا أحمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك وإعلاجات القناة. حياك الله. يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، تعرف أنت العراق صراحة بعد 2003 يعني اجتمع عليه الغرب والشرق، وأنا أقصد الشرق، جهة الشرق اللي كنا يعني الجيش العراقي الباسل السابق اللي كان حامي الجانب الشرقي، ان اجتمعوا عليهم في سبيل تخريب هذا البلد الصراحه. نعم. وما صراحه من انا اقول هي شيء مرتبط بشيء بصراحه، اعمار او بناء، هؤلاء دانس الواحد يقول لي مسوين بكل شارع مول. نعم. هذني مو مال حكومه، يعني مو هذا اعمار لو خدمات اجتماعيه لو شيء، هاي كلها هذول الحراميه. نعم. باقوا وسرقوا وبعدهم يسرقون وصار مليونير. نسألهم عن طريق حضرتك، سؤال موجه لك أيضا، أنت مواطن عراقي، وعن طريق هذه الشاشة إلى الإخوة المشاهدين الكرام، بغض النظر عن انتماءاتهم، 20 سنة الكهرباء وين؟ بعد إنفاق أكثر من 80 مليار دولار بحسب أرقام وزارة الكهرباء وأرقام مسؤولين بالدولة، الكهرباء وين؟ يلا هذا أبسط إنجاز اليوم في العصر الحديث في القرن الحالي، دول العالم أفقر من العراق بمئات المرات، لكن الكهرباء عندها متوفرة، كهربائنا وين؟ أستاذ محمد أنا أقول لك صراحة، خلي شوي نرجع شوي للماضي وأذكرك بحاجة. تذكر بعد الحرب 1990 العراق خلال 6 شهور بعد ما المجرمين الأمريكان هدموا البنية التحتية وضربوا الكهرباء والمحطات الغاز ومحطة المصانع. نعم. رجع خلال 6 شهور. صحيح. لان كانوا ناس صدق تشتغل، ناس اسباع، يعني مو دعنا من بعثيه لو صداميه. طبعا هذا اول شيء راح ياتيك الرد من شخص يؤيد الاطار او التيار او اللي داخلين بالعمليه السياسيه، حيقول لك ها شوف هذا الصدامي البعثي دا يمجد بالنظام المقبور. طيب انتوا السؤال، انتوا ليش ما قدمتوا افضل من النظام المقبور حتى الناس تقولكم لا انتم فعلا قدمتوا وخدمتونا والف لعنه على روحه؟ مهم هو هذا نفسه اللي يريد يخلي اهلبي تعال تحدث، خلينا نحكي وياك، لان انتم الناس اللي يديرون البلد هسه مو رجال،
ناس حراميه سراق وهو يعني حتى معمميهم والساده اللي وياهم حتى يقولون لهم احنا شوف دنفسخ العراق شويه شويه وبعدين اي شيء اي زياده به اي شيء فلوس موجوده احنا نتسلط عليها. هم يعني شو اقول لك كل الموجودين الحاكمين في العراق كلهم تابعين الى دول خارجيه، ماكو واحد يعني وطني اخو خيته يقول يا معودين كافي سرقه كافي نهب. صحيح. هذول الشعب ما شبعتوا يعني ما شبعتوا 20 سنه؟ رحم الله وجهك، يعني ما تقول لي يعني شنو السالفه يعني وهذا الشعب اكثر من يعني تريليون دولار امريكي ما شبعكم؟ ميزانيات ميزانيه تبني العراق ثلاث مرات، تهدمه وتبني ثلاث مرات. تمام. فهذا هو هذا نفسه اللي نرد عليه ونقول له انت يا اخي انت ما تستحي ما تخجل. واحد شخص البارحه مع احترامنا وتقديرنا كل البسطيات والصباغين والامجادي اللي يعني مع احترامنا كل هؤلاء يعني احنا شلون تخلي هؤلاء بعدين يصيرون هذا يستلمون البلد؟ طبعا البلد هذا. طيب. أشكرك سيد أحمد من بغداد، وصلت الفكرة. ويانا سيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. مشتاقين لكم والله أكيد يعني. الله يسلمك أستاذ محمد. أنا راح أبدي كلامي إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت. نعم. الجماعة هذا الشعار الإيجابي. يعني أولا أنت تتكلم عن إعمار، هو أصلا مو بالهم هذا الموضوع. يعني من اختارهم مؤتمر لندن، أنا ما أدري أسمي هاي اللي سماها الاحتلال وسماها ما بعد الاحتلال أنه لا ما أؤمن بها، أنا أؤمن بالعراق والعراقيين. نعم. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لولا اختاروهم لتدمير العراق. يعني سأبسط حاجة، كان أكو دائرة بكل محافظة وبكل قضاء وبكل مدينة اسمها التخطيط الحضري. نعم. هذه كان واجبها ما توصل إلى الأماكن الدينية والأماكن التاريخية. يعني أنتوا ضاقت عندكم الأمور يا وزارة الداخلية، تروحون على كلية بغداد، هاي الكلية هاي الإعدادية العظيمة التاريخية اللي بيها تمثل أثر من آثار بغداد الجميلة، تروحون على ملا عبود الكرخي. يعني أنا أستغرب أنه هذا التخطيط الحضري وين صار. يعني ذول الناس انت تقول مثلا 20 سنه، ذول مو ناس تستحي حتى تجي تعاتبها. يعني ابسط حاجه سنويا اكو حاجه اسمها الموازنه الحسابات الختاميه. صحيح. هاي الحسابات الختاميه اكو بيها انبوت اكو بيها اوتبوت اكو بيها اكيوميليشن، العفو انا حكيتها بالانجليزي، حكيتها بالعربي، اكو بيها الوارد الى العراق والمصروف والمتبقي. ذول ترى ما صرفوا تريليون، ذول صرفوا تريليون ونصف. صحيح. لانه لا يوجد. صحيح. شيء اسمه حسابات ختاميه. نعم. لان ذول ناس بنوا اساسهم على قوانين للسرقه والفرهود، والدليل اخذ القوانين اللي اخذوها، شكو قانون بتفريغ للميزانيه سووها رفعها وغيرها الى اوائل. انا راح اعطيك مثال عن العقليه او على العقليه اللي البعض يمتلكها الان في العراق من عامه الشعب ومن الطبقة الأعلى اللي هي الطبقة الموالية لهذه الحكومة بشكل قوي عن طريق آلتهم الإعلامية طبعا وغيرها. تسأله لهذه النماذج اللي تطبل لهذه الأحزاب، تقول له مثلا عمار الحكيم ليش ما حزبه سوى شيء؟ يقول لا، ليش تقول عمار الحكيم، لازم تقول السيد. يعني ترك الأهم. تمام. وركز على هذه القشور وهاي التوافه، انه ليش ما تقول عليه سيد؟ انت هيك بدك تقلل احترامه يا اخي. انجازاته اين؟ يعني انتوا بدك تحاولون. انا من الطرائف استاذ محمد، انا من الطرائف، دكتور بروفيسور في الجامعه ما يقبل اصيح له دكتور، اصيح له باسمه. يقول لك اني هاي شو اسمه هاي الامور، يعني هاي الشغل اللي دا اشتغله اني، شنو اصيح لي دكتور؟ اصيح لي باسمي. يعني هذا هذول اللي عملوني انا بالعمل. يعني مرات تستحي مثلا تشوف واحد خبير، تشوف واحد خبره عاليه يعني وقارن اتعلم له بالعراق، مثلا تقول له استاذ او دكتور، يقول لك ليش تقول لي استاذ او دكتور؟ قول لي باسمي المباشر. ليش؟ لان ذول ناس عارفين شنو قيمتهم بالعراق. طيب انا اريد اسالك سيد ابو احمد، اريد اسالك قطاعات الكهرباء، الصحة، الاتصالات، البنية التحتية والتعليم وغيرها. الآن أكو شيء ممكن نقول يا جماعة المسؤول الفلاني، رئيس الحكومة الفلاني أو المحافظ الفلاني اللي إجا بعد 2003 بنى مستشفيات وعمر مدارس
وسواء بنية تحتية وشبكة اتصالات محترمة وشبكة نقل محترمة. منو موجود من ذولا؟ ممكن أكو اسم ممكن نطرحه؟ ولا واحد لأن مو من ضمن مخططاتك. بس أعطيني دقيقة واحدة أحكي لك حاجة. بالتسعينات كنت في العراق. نعم. بالتسعين معمل اسمنت كربلاء انضرب ب14 صاروخ الأمريكان ضربه. وتم خلال 4 أشهر تم تنظيف المعمل من كل المخلفات بأيدي عراقية 100%. نعم. وبعدين أنا سمعت طلعت خارج العراق لأسباب. تم تشغيل المعمل بأيدي عراقية 100%. نعم. يعني البلد هذا ممكن. نعم. عفوا دقيقة واحدة. يعني ممكن هذا البلد ممكن إعادة العراقيين الأبطال والعراقيين فلذلك هم ما يؤمنون يعني الكفاءات ترى كلها خارج العراق. يعني الآن البيئة بالعراق بيئة طاردة للكفاءات بالمناسبة. يعني ما أطول عليك يعني. صحيح. وأني أشكرك جدا وفرصة سعيدة للالتقاء بك من جديد. الله يحفظك. الله يسلمك أبو أحمد من بريطانيا. أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. يبقى السؤال قائم مشاهدينا الكرام، ماذا قدمت هذه الأحزاب للعراق من إنجازات على صعيد الإعمار والخدمات؟ يعني اليوم اللي نشوفه من حركات سريعة وعشوائية مثل ما قلنا وفوضوية عن طريق توسعة شارع أو بناء مجسر أو محاولة يعني إنشاء أي شيء يشفع لهذه الأحزاب قبل الانتخابات ويجمل صورتها، تشوفوه بأنه هذا عمل إعمار حقيقي لو هذا عمل تخريبي يشوه معالم المدينة وبشكل عشوائي يضرها أكثر مما ينفعها. كثير من المشاريع اليوم، المشاريع اللي موجودة في بغداد مثلا، عملية توسعة الطرق أو محاولة استحداث طرق جديدة تجي على حساب الناس، ازدحامات، اختناقات مرورية، تعطيل لحياة الناس عن طريق هذه الازدحامات. هي أصلا بغداد ما متحملة النوبة، تضغطون عليها بمزيد من هاي المشاريع العشوائية. فاللي تشوفوه أنتوا أنه ما يحدث اليوم في المحافظات العراقية كافة من عمليات إعمار قبيل الانتخابات تندرج ضمن إطار الدعاية والإعلان عن المرشحين، أم تدخل في إطار إعمار حقيقي ومشاريع مدروسة وخطط تنموية واقعية تنفذها هاي الأحزاب؟ رأيكم. ويانا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله أستاذ محمد المحترم، تحياتي لقناتكم العظيمة وجمهور قناة الرافدين. حياك الله أستاذ محمد. أكثر من 20 سنة والعراقيين يعني شافوا من هاي الحكومة والمراجع اللي بالنجف وكافة المراجع اللي ساندت هاي الحكومة اللي جابتهم إيران وجابتهم أمريكا اللي حكموا العراق من 2003 ولحد الآن. هاي المراجع لولا المراجع اللي عندنا موجوده بالنجف لكان سقطت هاي الاحزاب ودخل عليهم الشعب العراقي بالخضراء وسقطهم يعني تسقيط كامل واباده جماعيه. لكن لولا المراجع اللي موجوده لهم عندنا تعطي فتاوي وتعطي شعائر بانه بقاء هاي الاحزاب والتصويت لهم ويروحون لازم للانتخابات وكل هاي الفتاوي اللي تعطيهم اياهم، هذا الشعب العراقي يعني خال شوي احترام للمراجع هاي اللي قاعد تحكي. لولا المراجع لكان الشعب العراقي يستحق هاي الاحزاب ودمرها. بس للاسف احنا هاي عتبنا على المراجع اللي قاعد يعني بس اوقف وياك على نقطه. يعني شنو معناها منطق احترام الى هاي المراجع تمنعه ان هو يعني ينتفض ضد هذا الدعم الغير مبرر الى هاي الاحزاب؟ شلون يعني ليش دي ينطيهم الاحترام اذا هم دي يوقفون ويا الظالم؟ استاذ هم دي يوقفون اكيد ويا الظالم، بس احنا كعراقيين نقول هاي عمامه رسول الله ويجب احترامها. يعني اكو بعض العالم خالين هاي الاحترام يعني احترامها حتى لو تؤمر بالباطل. استاذ هو الباطل صار معروف عنده، بس المشكله اكو ناس. تمام. يعني انا اقصد سؤالي ابو عمر، احترام العمامه اللي تامر بالباطل؟ يعني قبل كم يوم رئيس ديوان الوقف الشيعي، وهذا على فكرة هذا مو جديد، هذا الموضوع طرح أكثر من مرة، يقول لك حتى لو فاسدين أحسن من غيرهم، حتى لو فاسدين هذا الموجود ارضى بي، يدفعون الناس إلى إبقاء الفاسدين. يعني أنا هاي العمامة المفروض أحترمها ورا ما تدفعني أنه أروح أنتخب فاسد مثلا، أنه لازم أحترمها؟ استاذ محمد هسه احنا عندنا قله الاحترام لهاي العمايم ولهاي المراجع وهاي الشيوخ.
يعني هسه الشعب العراقي يعني احتراماتي للناس الطيبه ما قام يحترم هاي الشخصيات والوجوه والعمايم والمراجع الدينيه، هاي فقدت احترامها وفقدت شرعيتها امام الشعب العراقي. هسه الان الاحزاب يحاولون بانه هي العمايم اللي تسددهم وهي اللي توقفهم، هي اللي تخليهم بقاهم في السلطه. طيب ليش انا السؤال يعني ماشي ماشي هذا الكلام انا فاهمه، ليش ما خلوا انجازاتهم هي اللي تدعمهم، هي اللي تشفع لهم، هي اللي تسندهم؟ ليش ما خلوا الإعمار، بناء المستشفيات، تطوير قطاع الصحي، تطوير قطاع الكهرباء، الطرق والجسور، الخدمات العامة، البنية التحتية، هي الشفيع لهم في البقاء في السلطة، هي الداعم لهم للاستمرار؟ يعني احنا نشوف اكو رؤساء وزراء ورؤساء حكومات، رؤساء جمهورية موجودين في العالم منتشرين، صار لهم يمكن 20 سنة، 15 سنة، 10 سنوات بالمنصب، لأنه دا يقدم خدمات ومستمر بالتقديم. فالناس تقول لك إيه طبعا هذا شخص أنا جربته وشخص قدم خدمات وبنية تحتية وإعمار ويستحق أنه أنتخبه مرة ثانية. لكن إحنا يعني شنو أنا اللي تشفع لي وتدعمني؟ هي مرجعية دينية، أو هي عشيرة معينة، أو ميليشيا معينة هي اللي تسندني؟ ليش ما أسسوا نفسهم قاعدة جماهيرية ويعني سوى اللي سوى، لكن على الأقل قدم للناس؟ أستاذ محمد، إحنا نعرف من 2003 ولحد الآن إنه ذول الناس مو وطنيين، مو كفوئين، مو مخلصين الشعب، ولو كان كفوئين ما كان عندنا بداية 2004 و2005 صار عندنا الاغتيالات وصارت عندنا الطائفية كله بسبب هذه الأحزاب الفاسدة. لكان عندنا لو كان ناس وطنيين وجايين بدون قتل بدون طائفية لكان خلقت إنجازات، لكان خلقت دولة لها سيادة ولا كرامتها. إحنا ما عندنا سيادة ولا عندنا دولة ولا عندنا رجال أمن ولا قوات أمنية، كل هاي القوات الأمنية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، كلها تتبع الأحزاب، والأحزاب هي اللي مسيطرة عليها. طيب. من ضمنهم وزير اللي موجود عندنا، وزير اللي ما شاء الله أمير الشمري، وأمير الشمري اللي هم قادة يعتبرون للعراقيين، ووزارة الداخلية هم تابعين لأحزاب حزب الدعوة ومنظمة بدر. فهذول الناس اللي دي حكمك ناس مو وطنيين، مو كفون. طيب. ما يقدمون إنجازات الشعب. شكرا جزيلا سيد أبو عمر من بغداد، أشكر حضرتك للمشاركة. سريعا مشاهدينا، خلونا نتكلم عن نقاط ومشاكل يعاني منها العراق اللي ما حققت فيها هاي الحكومات والأحزاب أي منجز حقيقي يعالج من هاي المشاكل. يعني إذا تكلمنا عن قطاع التعليم، فبحسب الأرقام المتوفرة اللي لدى الحكومة والمصادر المقربة، أكثر من 22 مليار دولار أنفق على قطاع التعليم، أو قالت الحكومة أنها أنفقته على قطاع التعليم. اليوم العراق يعاني ب 15 ألف مدرسة موجودة على الورق، لكن أكثر من 35% من هذه المدارس هي مجرد على الورق، الناس الطلبة يداومون في مدارس أخرى دوام ثنائي وثلاثي ورباعي في بعض المدارس، لأنه ماكو أبنية مدرسية، مدارس كرفانية، مدارس طينية. إلى الآن في إحنا بعام 2023 في بلد غني، بلد ملياري كالعراق بثروات الطبيعية، عندنا مدارس طينية وكرفانية مشاهدينا الكرام في زمن حكم هاي الأحزاب اللي دا تصدر نفسها الآن مرة ثانية، حتى الناس تريد الناس تروح تنتخبها. مدارس كرفانية وطينية وقلة في المدارس. بحسب وزارة التربية احنا محتاجين أقل شيء 8000 مدرسة حتى نستوعب هذا الزخم والعدد الكبير. الشركات الاتصالات، الشركات الاتصالات الرئيسية الموجودة في العراق مديونة للدولة بأكثر من 3 مليار دولار ديون وضرائب، وبحسب القاضي السابق والنائب السابق وائل عبد اللطيف قال في وقت سابق بأنه كل رؤساء الوزراء اللي جاوا بعد 2003 سقطوا الديون عن هاي الشركات بسبب غير مفهوم. تمام. شركات الاتصالات تهرب، ويقول بأنه هذا الملف قد يكون أخطر من ملف النفط والسرقات اللي دا تصير بملياريا. الكهرباء تكلمنا عن هذا الموضوع، والموضوع يطرح بشكل دائم، معاناة الناس ما تنتهي مع قطاع الكهرباء في العراق، 20 سنة من سيء إلى أسوأ، رغم إنفاق أكثر من 80 مليار دولار بحسب اعتراف مصطفى الكاظمي، وزارة الكهرباء نفسها، مسؤولين بالدولة، برهم صالح أيضا تحدث بهذا الموضوع، 80 مليار دولار. وإحنا نذكر بقضية بناء مصر واتفاقها مع
شركة سيمنز الألمانية على إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 6 مليار دولار فقط، تكفي لإيصال الكهرباء ل 45 مليون منزل. تمام؟ احنا صار فينا 80 وما عندنا كهرباء. وزارة الصحة والمشاكل اللي بيها لا تعد ولا تحصى، المستشفيات الحكومية مقابر، اللي يدخلها يطلع مريض أو يتوفى. تمام؟ المستشفيات الأهلية هي اللي مسيطرة، بنية تحتية ماكو. المستشفيات الحكومية اللي بنيت في العراق بعد 2003 كانت بفضل القوات الأمريكية الولايات المتحدة الاحتلال وشوية تابعة للأمم المتحدة، بس الباقية ماكو، كلها من الزمن القديم 70s and 80s القرن الماضي. والجماعة اللي دخلت إلى خزائن العراق مليارات ما بنوا ولا مستشفى. وطبعا هذا شيء بسيط من الخراب والدمار الموجود في العراق، اللي ما قدموا في ملفاتها كلها تتعلق بالإعمار والخدمات أي إنجاز. فترى هل يستحقون الناس تشارك وتنتخبهم مرة ثانية؟ بهذا مشاهدينا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.